الكثير بالجلسات يلجأ إلى استشارة بكيفية التعامل بمشاعر الذنب، فبهذا الفيديو راح أحكي أنا وياكم عن كيف تتخلص وتتخلصين من مشاعر الذنب. الفكرة من مشاعر الذنب إنه الحدا ندمان على فعل قام فيه، والذنب بالتالي هو الفكرة الأساسية فيه هو إنه أننا نصحح هذا الذنب. لكن بعض الأشخاص بدل ما يلجأوا لفكرة التصحيح بيغوصوا بشعور الذنب، فبالتالي بدل ما يصفي تصحيح وفعل بصفي عزلة، اكتئاب، حزن، إدانة ذات، تقدير ذات منخفض، لأنه شايف حاله أنه أخطأ وفعل وما عم بتعامل بطريقة صحيحة. فكيف نتعامل مع مشاعر الذنب بطريقة صحيحة؟ أول طريقة أنك تغير من طريقة أفكارك. بالآخر أنت بشر، فسوف تخطئ. أخطأت اليوم، أخطأت مبارح، وسوف تخطئ غدا. هذا الطبيعي أنه نحن بشر، يعني خير الخطائين التوابين عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أنت بشر، فأكيد سوف تخطئ. فغير نظرتك، حول الذنب بحد ذاته، غير أفكارك. بعض الأشخاص عندهم أصلاً حتى أفكار مغلوطة دينية باتجاه الذنب وكيفية التعامل معه. فغير طريقة تفكيرك مشان تعرف تغير طريقة تعاملك مع هاي المشاعر. توقف عن جلد الذات لأنك بشر، وبالتالي توقف حتى عن لعب دور الضحية وتحمل مسؤولية الخطأ. نعم أنا أخطأت، رح أشمر عن إيدي، بدي أتحمل مسؤولية الموقف حتى أصحح. يعني مشاعر الذنب هاي بدنا نمسكها أنا وياكم ونحولها لطاقة للتطور، طاقة للتغيير، طاقة للتصحيح، طاقة للنمو، مش طاقة سلبية إنه يا ويلي يا ويلي ولطم وحزن وحالتنا حالة وعزلة إننا أخطأنا. هلأ أولها هذا الشعور بالذنب أولها ماشي مقبول، بس إنه يستمر هو المش مقبول. أولها أنت حزين، أنت متضايق من نفسك أنك أخطأت، حلو ماشي الحال، نقبله لفترة معينة، لفترة محدودة، لكن لا أن يستمر. وبعض الأشخاص فعلا بيستمر لدرجة حتى أنه ما بيقدروا يتوقفوا عن الذنب، بالعكس بنغمسوا فيه أكثر، رغم أنه هن رافضينه وبيقومون به وهن أصلا متضايقين. فبالتالي مشاعر الذنب بدنا نحولها لطاقة للنمو. فتعاطف مع نفسك، كن رفيقا مع نفسك، ولا تلوم حالك على أشياء أنت أصلا ما إلك دخل فيها. يعني أحيانا منلوم حالنا على أشياء عن جد ما إلي دخل فيها، ما إلي سيطرة فيها، في أشخاص آخرين كانوا إلهم دخل في الموضوع. فأنت تحمل مسؤولية فعلك فقط، وتأكد أنه الكمال لله عز وجل، فما في مثالية ولن تصل للمثالية. الكمال البشري هو التحرر من الكمال. فسوف تخطئ، أخطأت اليوم، سوف تخطئ أيضا غدا. فأنت تحرر من المثالية، وتحرر من فكرة أنه أنت كامل مكمل وما رح تغلط وما مش رح ما بصير ترجع تذنب. لا، أنت رح تتعلم من ذنبك، بس رح تكون في خطأ في محلات أخرى، في أماكن أخرى، لأنه في بساطة نحن بشر. وبتقدر تحكي مع مختص مشان يساعدك في تمارين معينة من خلال الجلسات انك انت تتحرر من ماضيك ومن هاي المشاعر الأليمة. بعض الأسباب بتخلي فكرة التحرر من مشاعر الذنب صعبة كتير، منها طريقة التنشئة. إذا كانت تنشئة صارمة على مسطرة، على مثالية، على كمال، وفيها صرم، يعني فيها عدوانية حتى أحيانا، طريقة التنشئة هاي أحيانا بتكون سبب للأسف اللي إحنا مش عارفين نتعامل فيها مع مشاعر الذنب. سبب تاني قلة الثقة بالنفس، أو السعي لإرضاء الآخرين، أو السعي للكمال. كلها هاي أسباب بتخلي مشاعر الذنب عالية في حياتنا. ومشاعر الذنب لها أنواع عدة، منها مشاعر الذنب طفيفة اللي إيجابية بتخلينا شوي نشعر بعدين نريش نصحح، في أنواع من أنواع مشاعر الذنب، مشاعر عميقة منغمسة حتى نشعر بذنب إحنا عملناه قبل 15 سنة ضوئية ولهلأ بكون الشعور كتير عالي، فهاي مشاعر عميقة. في مشاعر ذنب باتجاه المجتمع، إنه يعني أنا عم باكل وفي حدا جوعان. في أنواع من أنواع مشاعر الذنب
الشعور الكاذب انك انت عم تشعر بذنب بشيء اصلا ما لك دخل فيه، فلما تكون عم تحكي مع مختص ممكن يعمل لك استبصار في انواع المشاعر وما هو المشاعر الحقيقية الصحيحة وكيف نتعامل معها، وما هي المشاعر المزيفة اللي بحاجة لتعديل الفكرة حتى انت تقدر تتخلص من مشاعر الذنب لانها مؤذية.